حيث لا يوجد أثار لاعتداء أو اغتصاب، أما نتائج الأشعة المقطعية للرقبة تشير إلى وجود كسر ناتج عن عملية الخنق بواسطة اليد أو قطعة قماش نظراً لوجود كدمات حول العنق. إذا استبعدنا الاعتداء والاغتصاب، شو معقول تكون الأسباب بهالحالة؟ ممكن تكون أسباب انتقامية أو إخفاء معلومات. بجوز البنت شافت شيء ما كان لازم تشوفه، بس الواضح إنه اللي قام بعملية الخنق حدا عنده بنية جسدية قوية. يعني بتستبعد يكون في أشادة؟ مبدئياً إيه بستبعد. ويونس؟ يونس ما رح ينفذ العملية بإيده، ممكن يستعين بحدا تاني. حدا مثل مين يعني؟ يونس حدا ذكي، أكيد بيكون فكر بحجة الغياب. هو فعلاً ما كان على مسرح الجريمة. وين كان؟ مسيو يونس شرفتنا، كل بليزير. ميز انفيتي، بيفون، بصحة كاتبنا الكبير. صحتكم جميعاً مدام عزام. ميرسي. ايه هو 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 كاس الفين راح يكسر الارض. يا جماعة شكراً كثير كثير كثير، خجلتوني أنا بس ما عملت شيء. ما عملت شيء إيه؟ انطر روايته الجديدة، شغلة مش شايفيه مثلها من قبل. وأنا ناطرة رواية جديدة على نار مسيو يونس. المشكلة مدام جيهان إنه أنا بشتغل على نار هادية. كتير منيح، هيك بيكون أحلى وأحلى. بكرة ما ترتبط، بدنا نعمل حفلة باربيكيو عنا هون بالفيلا. مسيو عزام، أنا بدي أعتذر منك كتير. أنت بتعرف قيمتك عندي، بس للأسف ما رح أقدر بكرة. لا، هيك رح أزعل كتير. ولا بقدر على زعلك مدام عزام، بس أنا واثق بنفس الوقت أنك رح تعذريني. بكرة تحديداً وعدت يزن مر لعنده على المدرسة وأخده نقضي الوقت كله مع بعض. معذور. حبيت، يعني بكرة حيكون في كواليتي داي وذا فاميلي. على فكرة أنا بحزه لابنك. بضل سهران معهم لوجه الصبح. طيب ما اتصل بحدا؟ ما حدا اتصل فيه كل فترة وجوده بالبيت معه؟ ما تحرك من مكانه. طيب ليه بعده عنا سيدنا؟ لنعرف ليه القتيلي كان معه مفاتيح بيته ولين قتلت هونيك. بس هو قال بالإفادة إنه بيهتم فيها وبيساعدها من الجانب الإنساني مش أكتر. كلام روايات، ما لي مزاج فيه.